هدول التنتين إبرة وبومة بيخافوا من اللي مثلي، من السياسيين يعني. ما قلتي لي شو تهمتك انتي؟ ما بعرف كيف عملت هيك. ليش شو عملتي؟ فشي قلبك بترتاحي. ما بعرف كيف. بتعرفي انا بدرس بالجامعة وبألف كتب وبنشر كتاباتي بالجرايد، والحكومة ما حبت كتاباتي فوجهوا لي تهمة اني عم فرق الشعب وحرضهم على الحكومة، ولهالسبب حطوني بالحبس. يا ترى انا غلطت؟ والله ما بعرف. فهمت؟ سهلة. انت بيحكي بالموضوع وجميلة بس يقبل بشرط طلاق، وانا شو تسحب الشكوى. تمام، هيك بيسحب شكاية تبع انا، هيك بيكون احسن. ماشي، انت بتروحي تسحب الشكوى وجميلة بتطلع وبتسقط الدعوة والكل مبسوط. بنصحك تبعد عن طريق نيفين. انا ماني واقف بطريق حدا. حاجة يا مفكر الناس مو شايفين ملاحقتك وحركاتك الزايدة لإلها؟ خليك بحالك. لا تخليني. اسمعوا، لا هاي البنت ما بتناسبك، فلا تتعشم كتير. اولا رأيك ما بيهمني بشي، وانا ما عم بعشم حالي بحدا بنوب. حاجتك زبولة، بدك تقنعني ما عم تلف الدور حواليها؟ شوفي ارتبط لسانك؟ روح من هون. على هالمستوى العمى قديش مشرشح، وإذا عم تحاول تخدع البنت بالتواضع والثوريات تبعك بتكون غلطان. نيفين ما رح تكون إلك، فهمت؟ لاقي وحدة من توبك. وقفوا، شو عم تعملوا؟ خلص بقى، شو بكون؟ شو جنيتوا انتوا الاثنين؟ خلص خلص. جد شكرا على الشاي، بدي قوم. ماشي جميلة، خذي راحتك، قومي نامي هلا وبعدين بنحكي انا وياكي على رواق. لا مجهولة، متخانقوا مشان بنت كثير رومانسي.
وين الرومانسية إذا كانوا الاثنين رح يؤذوا بعضهم؟ لك الاثنين عشقانينك، شو بدك أكثر من هيك؟ الاثنين عشقانيني؟ ومو حاسه.